شكرا للزميل صالح العنزي والزملاء الكرام في الاستديو خالد الكابتن خالد الشريف والكابتن علاء الكويكبي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تحية طيبة لكم دائما عبر قنوات وتطبيق دوري بلس. في والاهلي يحتاج النقاط الثلاث في مباراة هذا المساء لكي يكون موجودا في الصراع على احدى المراتب الاربعة الاولى، وبالتالي يذهب الاهلي للمكان المعتاد ان يتواجد فيه بدون شك. طبعا صافرة الحكم الجامبي باكاري قسم النهائي، بينما لدينا كرة وحدوية الان، والكرة تمر سليمة على مرمى العويس التي كان فيها امل في هذا الموسم، لان غادر مبكرا في بطوله الكاس على يد الوحده، وايضا لا ينافس على لقب بطوله دوري بعد الابتعاد. يريد ان يلعب كره نيكولاي داخل منطقه اماميه مباشره لحارس المرمى محمد عواد، لاعب مميز على فكره. أهلاوية عند ستانشو، يمر ستانشو والتغطية موجودة على الروماني، تغطية موجودة على الروماني، توغل اخترق دخل حاول، الكرة قطعت من أمامه وأبعدت ومرت سليمة على مرمى الوحدة. شوف تدخل، تدخل حاضر في الكرة الماضية، روميلو اوتيرو يتقدم، اوتيرو ويصوب كرة لكن الى خارج ارضية ملعب الى ضربة مرمى، ويأمل لان يكون الاهلي في افضل حال. هنا كرة امامية لجنيني، جنيني مجهود جنيني ويسجل الهدف الاهلاوي الاول، هدف تحت انظار والد عمر الحاضر في ملعب المباراه. شوف شوف جنيني، شوف شوف جنيني مر وتقدم وحط الكره، اتقدم لها عمر السومه وسجل الهدف الاهلاوي الاول، هدف اهلاوي اول. جنيني جنيني يا جماعه، جنيني هذا طرب، والله هذا طرب من اللاعب المتالق جنيني. هذا اقوى موسم ربما نشاهده في السعوديه منذ سنوات طويلة. كرة أمامية للعويس لكن أيضا يسقط، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة، يشير إلى صافرة موجودة، لكن كل اللاعبين شوف حاط صد مكون من تسعة من ثمان لاعبين، وسومة حطها ضعيفة والتصويبة بالقدم اليسرى إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. شوف حط الكرة ضعيفة، ليست هذه كرات عمر، ليست هذه كرات عمر، ضعيفة مرة. كرة تصل الآن أمامية والتمريرة جميلة، فرصة للنمر، يضيع النمر، يضيع النمر أمام مرمى العويس، علي النمر غير معقول، علي كيف ضاعت هذه الكرة أمام المرمى، أمام المرمى ضيعها النمر. كان من الممكن أن يكون التعادل، علي النمر لا يعرف التسهيل، قطعت من أمامه
راحت سريعة وحدوية عند درويش يمرر لعلي النمر مرة أخرى. مرة أخرى علي النمر يلعب كرة إلى خارج أرضية ملعب إلى ضربة مرمى. تهيأت عند النمر وصوب لم يكن موفقا. راحت بعيد ينقل الكرة إلى الأمام عند عمر سوما يريد المرور. سوما يمرر لسانشو يحاول يمرر عند سوما وفرصة ضاعت الكرة على باولو دياز. باولو دياز المتقدم إلى الأمام. شوف الكرة، شوف اللعبة أمام المرمى. باولو دياز يضيع الثاني. جانيني روضها صح. سيمر من الأول، مر من الأول. الله 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 100 مرة على جانيني. شل تسوي يا رجل؟ حط الكرة أمام ستانشو. سجل الروماني. شوف الترويض، الحالة الترويض حكاية أخرى. ثم يا سلام على جانيني. تافاريس حط الكرة عند الروماني. سانشو سجل الثاني. الروماني حط الثاني وأصبح الأهلي يتقدم ب2 قبل نهاية شوط المباراة الأول. 2-0 للأهلي. شوط جميل. عمر يبحث عن تمريرة يمرر عند جانيني. يتقدم جانيني الآن ويمرر. فرصة للمؤشر لجانيني للمؤشر جميله. الله 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 على الأهلي. الله على اللعبة الثلاثية. والسومة بالرأس يسجل الثالث مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة ثلاثية متبادلة بين الجانيني والمؤشر ثم السومة. هكذا السومة يتمركز صح. شوف الله الله على أبو عبد الله. شوف من وين تحرك، شوف من وين دخل، شوف حط الكرة سلمان للسومة. ودائما من أمام زيدان مبارك يسجل الهدف الثالث. كان دخوله مفاجئ لمبارك. دخل السومة وتمركز صح كما فعل في الهدف الأول وسجل الثالث. عند أوتيرو يريد أن يلعب كرة إلى الأمام وحدوية خطيرة جدا. تدخل ألفتيل يبحث عن تمرير عند سانشو يمرر جميلة للسومة والكرة تصطدم. ثم الهلال ثم الوحدة قبل أن ينهي مشواره في منتصف هذا الموسم. كرة أمامية جانيني الآن والكرة تبعد وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة. اللقطة الماضية كانت فيها ربما، لكن أيضا التغطية موجودة. العامري يمرر عند أوتيرو. أوتيرو بإمكان المرور يحاول. تغطية موجودة عليه ضربة جزاء على سعيد. المولد يرتكب مخالفة أمام الذكي المهاري الفنان أوتيرو. شوف أنت أمام أوتيرو. سعيد المولد يرتكب مخالفة من الصعوبة أن تتدخل، أن تدخل منطقة. شوف أمام أوتيرو يعرف كيف يتلاعب ويمر
ومهارة عالية مرور في هذه اللقطة وضربة جزاء نعم لمصلحة أوتيرو. ركلة جزاء لأوتيرو. وحدوية الحاضرين في ملعب المباراة بينما أوتيرو أمام العويس. فرصة للوحدة لأن يقلص الفارق. فرصة لأن يقلص الفارق في الدقيقة 70. أوتيرو المتسبب بركلة الجزاء الآن. أوتيرو أمام العويس. أوتيرو أمام العويس والوحدة عنده فرصة لأن يسجل هدف. أوتيرو يتقدم ويسجل. يسجل روميلو أوتيرو هدف وحداوي أول. لا يحرك مع خوغير لأن الفارق هدفان. أصبح الآن هدف من نقطة الجزاء لأوتيرو. الوحدة يقلص الفارق الآن. يقلص الفارق 3-1 النتيجة. حط الكرة بطريقة رائعة الفنزويلي وأصبح الوحدة لديه هدف بعمق الملعب تماما. كرة إلى كاسونغو مرة أخرى. الثاني وحداوي يعود ويشعل المباراة. كاتسونغو شوف دفاع الأهلي شلي سوي دفاع الأهلي. كاتسونغو مرة ثانية يضرب دفاع الأهلي وكاتسونغو يسجل لأن تصبح النتيجة 3-2. الآن الوحدة اقترب. يلعب كرة لحسين ثم لتيسير الجاسم. حكم مباراة يشير إلى صافرة. خطة لتيسير الجاسم. بطاقة حمراء. باكاري كاسامة يمنح بطاقة حمراء على أنسيلمو. الصفراء الثانية ثم الحمراء للبرازيلي أنسيلمو. هنا اللقطة وهنا الدخول على والوصول إلى النقطة 49. سوما الآن من هذه المسافة يصوب. على جانيني. كان من الممكن أن يمرر. لعب سريع. أي كرة تلعب له في المساحة يفرق جانيني. لكن شوف حاول أن يضع الكرة